تم تسجيلها خلال هذا الشوط الثاني بعد أن انتهى الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف. نذكركم بالأهداف، إذا شريط الأهداف تمكن فيه غازي عبد الرزاق من التسجيل ضد مرماه لفريق إمكانا الزامبي في الدقيقة 7 إثر هذه الهجمة. بعد ذلك ضربة جزاء تحصل عليها بهذه الطريقة يوسف المويهبي نجم الشوط الأول، تمكن بفضلها الهدف الجزائري بغداد بنجاح من تعديل الكفة، كان ذلك في الدقيقة 20. الجميع كان يتوقع عودة من النجم الساحلي إثر هذا التعادل، لكن فريق كان فاجأ فريق النجم الساحلي مباشرة بعد ذلك في الدقيقة 30 إثر هذه الهجمة التي تمكن فيها إيفانس كانغاوا من تسجيل الهدف الثاني. إذن هدف انتهى عليه الشوط الأول، نتيجة صعبة جدا في هذا الشوط لفريق نجم الساحلي الذي عاد بقوة بعد مجرد صفرة البداية وتمكن من تسجيل هدف التعادل عبر بانغورا في الدقيقة 50، هدفا من الجهتين. ركلة جزاء أيضا لفريق إنكانا في الدقيقة 77، تمكن مونزا من تسجيل الهدف الثالث. خشينا صراحة على فريق نجم الساحلي إثر هذا الهدف، لكن بعد ذلك بدقيقتين لسعد الجزيري يحمل الأمل لفريق النجم الساحلي بعد هذه العملية، وتمكن من تسجيل هدف إثر خطأ في وسط دفاع فريق إمكانا. بعد ذلك بانغورا تمكن من تسجيل هدف الفوز الرابع إثر هذه الركلة المباشرة التي سددها تاج، عادت فيها الكرة إلى بانغورا الذي تمكن من تسجيل. بالفعل نزار، من رحم المعاناة أحيانا تولد الفرق الكبرى، واليوم النجم عانى كثيرا من كان الزامبي كان قاب قوسين أو أدنى من أن ينقاد إلى هزيمة على أرضه وأمام جماهيره أو يكتفي بتعادل ثالث، لكن هدف بانغورا الرابع خلص النجم من هذا الكابوس، خلص الجميع في ملعب سوسة الأولمبي من هذا الكابوس ومنح الفوز للنجم. والأكيد أن هذه المباراة تحفظ فيها الثلاث نقاط وتحفظ فيها الروح والعزيمة والرجوع كل مرة في هذه المباراة. نتعرف أكثر وربما تفاصيل هذه المباراة الإتشكوكية مع زياد الجزيري مدير الكرة في النجم الساحلي واللاعب الدولي السابق ونجم النجم الرياضي الساحلي سابقا. زياد، يعني تفاعلت كثيرا مع المباراة كتفاعل جماهير النجم الساحلي، مباراة كانت مثيرة على الورق، النجم كان في وضعية أريح وربما مؤهل لكسب 3 نقاط بأريحية استنادا على مردوده ضد الأهلي المصري، لكن مباراة كانت مثيرة للغاية. بطبيعة الحال كل مقابلة وحساباتها، ما تنجم تربح المقابلة إلا ما يظفر الأربيتر تصفيرة الأخرانية. الحمد لله نحبني بالمناسبة نحب نشكر الملاعبية، خاطر مش سهل في كل مرة باش نكونوا يعني مؤخرين في النتيجة، وكل مرة نرجع في النتيجة خاصة مع الإرهاق البدني اللي صار للملاعبية متاعنا. شفنا عندهم أكثر هما فريشور في آخر المقابلة، جاهزين بدنية، عندهم لاعبين سريع على القدام. مي حاب نقول معناها الحمد لله، شكر معناها كبير للاعبين اللي ما ايسوش، يعطيهم الصحة. 3 نقاط مهمة جدا، مباراة كرة القدم تتلعب لاخر دقيقة، مش الفايدة شكون يسجل الهدف الاول، الفايدة شكون ينتصر. زيد الجزيري، طبعا هناك لاعب اليوم لم نشاهده منذ فترة طويلة، لأسعد الجزيري، والذي ظن العديد من عشاق النجم الساحلي أنه المعوض المثالي لزيد الجزيري في هجوم النجم. اللاعب كان بعيد عن الفريق الأول، كنت وراء إقحامه في القائمة الخاصة بهذه المباراة، رهنت عليه رغم أنه ربما لومير لم يكن مقتنعا كثيرا بهذا اللاعب، وهذا اللاعب أثبت أنه من معدن خاص وسجل هدف حاسم. صحيح، سجل هدف حاسم جدا، ولو أنه مازال حتى جاهز البدنية متاعو ماهوش 100%، من اللاعبين اللي عندهم إمكانيات كبيرة ينجم يصنع الفارق في أي لحظة وفي أي فرصة تجي. الحمد لله معنا كان التوفيق بالنسبة له. ما ديما نحب نحكي على المجموعة كاملة اللي هما ما أيسوش، قعدوا مركزين لآخر دقيقة، والحمد لله معنا التركيز يجيب الأهداف. أكيد زياد، والأكيد أنه مثل هذه الانتصارات تبنى عليها الفرق الكبرى. مبروك مرة أخرى زياد. طبعا نزار، أعيد لك الخط رفقة حسام الحاج علي.